لك بعد تقول لهم كيف اسوي تولي تستنت في المره، والدكتور مقابله طلبك انت اللي قاعد تغوشهم. اي احنا متى نسوي تست يعني؟ ليش ما سويتوا دي؟ ليش ما سالها عن مال الدم؟ قال يعني عباره ليفل مال المرض ايش كثر؟ قال يعني ما احنا ما اخذناه. زين قاعد ليش ما اخذتوا؟ ليش ما ذا؟ مال السالفه بعد ما اخذتوا هالمره مال التنفس هاي يسوونه.